الرباط وباريس إرادة قوية لتقاسم رؤية مشتركة في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة. جلالة الملك محمد السادس وضيفه الكبير فرانسوا أولاند يطلعان على مجسم للمدينة الجديدة زناتا. إنه تصور مبتكر لحاضرة بيئية تواكب أبرز النماذج الدولية للتعمير والتهيئة الحضرية. المدينة الجديدة التي يتوقع أن تجذب حوالي 300 ألف نسمة كانت محور اتفاق قرض قيمته 150 مليون أورو ومنحته الوكالة الفرنسية للتنمية. الاتفاقية كتجي كتساعد في كتساهم في تمويل المشروع ديال زناتا اللي هو مشروع مدينة جديدة بين الدار البيضاء المحمدية اللي تقريبا المستوى ديال الاستثمار فيها أكثر من 20 مليار ديال الدرهم، وغتجي في هذه السنوات المقبلة الصندوق الفرنسي للتنمية غادي يساعدنا باش في الاقتناء في المساهمة اقتناء الأراضي وكذلك تنمية المشروع. تسريع وتيرة التعاون القطاعي يمر أساسا عبر تقوية الإطار القانوني. الوكالة الفرنسية للتنمية وقعت في هذا الإطار اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، وذلك لتمويل برامج تحسين أداء شبكات الماء الشروب. من جهة أخرى قمنا بإبرام اتفاقية قرض للرفع من الخدمات المقدمة في مجال التطهير وتحسينها على المستوى الوطني، وهذا البرنامج يشارك في تنفيذه الاتحاد الأوروبي والبنك الألماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية التي تساهم من خلال قرض قيمته 30 مليون أورو، والبرنامج برمته يتطلب أزيد من 120 مليون أورو. الشراكة القطاعية بين البلدين مقبلة إذن على مرحلة جديدة، فقد وقعت اتفاقيات تشمل التعاون في مجال المنتجات البحرية والصناعة الغذائية والتنمية القروية. 20 مليون أورو مبلغ رصدته الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة تمويل الدعم الثانية لمخطط المغرب الأخضر الذي يولي أهمية قصوى لصغار الفلاحين. بالفعل الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار تهم أساسا تقديم الدعم اللازم للسياسات القطاعية الفلاحية ولا سيما الشطر الثاني لمخطط المغرب الأخضر. ومن خلال الاتفاقية سيكون بإمكان الفلاحين الصغار الاستفادة من التمويل عبر القرض الفلاحي. ومن أبرز الاتفاقية الأخرى تلك المتعلقة بتمويل برنامج التشغيل وتطوير الكفاءات. الوكالة الفرنسية للتنمية تقدم عبر بروتوكول اتفاق تمويلا بقيمة 50 مليون أورو.